أعزائي المشاهدين، بحيي حضراتكم وأهلا بيكم، وهذا اللقاء الجديد في رحاب الجامعة. أعزائي المشاهدين، بحيي حضراتكم وأهلا بيكم، وهذا اللقاء الجديد في رحاب الجامعة هنا في جامعة أسوان، وتحديدا في مكتب معالي النائب لرئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب الأستاذ الدكتور لؤي سعد الدين نصرت. دكتور لؤي، أهلا بحضرتك. أهلا بيك وأهلا قائمين على البرنامج وكل الزملاء الموجودين معنا. يعني سيادة النائب، يعني لو بدأنا هذا اللقاء بطبعا السؤال التقليدي، ونحن مع مفتتح عام دراسي جديد، وبالتالي هناك يعني دور كبير جدا لنيابة شؤون التعليم والطلاب هي المعنية في المقام الأول بهذه المهام. يعني أعرف من سيادتك ماذا تم قبل بدء العام الدراسي وفي بدايات العام الدراسي في الوقت الراهن. بسم الله الرحمن الرحيم، ونستعين والصلاة والسلام على طبعا بحييكم من برنامج في حب الجامعة، لأنكم دائما سباقين في الحاجات اللي بتهم المواطن الأسواني وخاصة طلاب الجامعة. زي ما سيادتك فضلت كده، احنا عندنا يعني حاجتين بنشتغل على اللونج تيرم والشورت تيرم. الشورت تيرم اللي اتكلمنا عليه ده اللي هو القصير المدى، الا وهو اجازه الصيف. كان الاستعداد ليها بقى جامد قوي عشان نقدر نوصل اللي احنا فيه النهارده. معانا محاور كتيره جدا بنشتغل عليها. المحاور ان اعمل صيانه لجميع قاعات التدريس من القاء المحاضرات وحصص التمارين. فتعمل عليها مراجعه شامله من الانارات، البلاك بوردز بتاعنا وخاصه الداتا شو، المراوح، وفي بعضهم كان في التكييفات. تعمل عليهم مرور شامل في كل هذه المناحي بحيث تبقى قابليه الجاهزيه بتاعتها مع دي 1 في الدراسه زي ما بدا الاسبوع الماضي كانت تجهز. ايضا بالتزامن معاها كان بيبقى عاملين صيانه المركبات. ليه؟ لان عندي كم كبير جدا من المركبات، بنخش حوالي 40 مركبه بتنقل الطلاب من اتوبيسات، ميني باصات، في ماكرو باصات، وفي العربات الملاكه. كل هذه الحافلات الموجوده عندنا في جراج الجامعه جهزنا لهم، عملنا لهم صيانه وعمارات، في منهم عربيات كانت محتاجه عمارات. وانت عارف التوقيت دلوقتي بقى قطع الغيار قوي كده، فاضطرينا ان احنا نجهزهم، وان كان في حاجه متاخره او حاجه بقينا نقدر ان احنا نقول يعني نقدر نستعيدها من السوق المحلي. بالفعل جمعنا هذه قطع الغيار واتعملت عمارات شامله. نزل في التشغيل من حوالي اسبوعين فاتوا اتوبيسين نزلوا في التشغيل، وبنقدر يعني في حالات الشورتج او كده بنستعيد بالايجار بالعربيات من الجامعه من المحافظه والخلافيه. لكن بالفعل خلاص اشتغلت السيارات بكامل طاقتها، والعماله بقت موجوده وجهزت لها من قبل عشان نقدر نوصل للي احنا موجودين فيه. اصل العربيات ما بتشيلش بس الاستاف الجامعه، لا، ده بتشيل برضو ايضا الموظفين العمال في الجامعه والطلاب. عندنا مواعيد معينه كده للطلبه في نقط تجمع، بيجوا بياخدهم لغايه مدينه اسوان، في من مدينه اسوان للسحاري والعكس، على اكثر من اربع مواعيد. فبيعلن الطلاب، فبيبقوا جايين عايزين يعرفوا الجداول عامله ازاي والتشغيل عامل ازاي. مش هنقدر نقول بقى في شورتج، الطالب مش هيقدر المحاضره فيحصل في عجز، فلا، يبقى لازم الجاهزيه بتاعتنا كانت موجوده. المحور الثالث اللي اتكلم عليه برضه المدن الجامعيه. ما زلنا يعني على العهد حافظين، يمكن حتى كان معنا الاستاذ الدكتور ايمن عثمان في مجلس الجامعه السابق، لا، فلوس المدينه الجامعيه كما هي، ما زودناش جنيه واحد. طب هي كام رسوم؟ 350 جنيه في الشهر. طب شامله ايه بقى؟ شامله الاقامه وشامله الثلاث وجبات في اليوم. العشاء للبنين وللبنات. يمكن حتى حصل عندنا شورتش في احد المدن الجامعيه للبنات، ابتدت عايزه تنكيس للبنايه بتاعتهم وعايزه اعاده اعمار، فدي بتاخد وقت طويل لان بترجع تعمل هدات كامل، هي مش صيانه بس عاديه مجرد اصلح الحنفيات والحاجات زي ما انت عارف كده، لا لا، عايزه يعني عمرة شامله جامده، فطبعا هتاخد وقت جامد. طب نعمل ايه؟ تعاقد مع احد نزل للطالبات حكومي زينا كده هو، وقلنا ده ستاند باي مكانه، وبالفعل الطلبه ابتدت او الطالبات ابتدت تروح هناك، لان دي كانت مشكله في مدن الجامعيه للطالبات، انما المدن الجامعيه للطلبه لازم هي بالعام السابق. ونفس السعر موجود، يمكن كان معنا تعليمات مشدده من معالي وزير التعليم العالي دكتور ايمن عاشور بان نحافظ على نفس الليفل في المدن الجامعيه.
نحافظ على الوجبات والتغذيه اللي هي ابتدت معانا من يمكن من الاربع اللي فات، والاسعار لم تزيد لان دي تعتبر ارخص اسعار موجوده يعني مقارنه من جميع الجامعات على مستوى مصر وعلى مستوى العالم كمان موجود. فدي برضو كانت ثالث محور كنا بنشتغل عليه. يعني هو 350 جنيه موجوده في كل الجامعات؟ بتوجه الجامعات بس بليفل لا اكتر من الجامعات اكتر من كده، يمكن احنا ما زلنا محافظين على 350 جنيه، يمكن ساعات بيحبوا يزودوا. يعني انا برضو كويس اسال حضرتك هذا السؤال، اذا يعني مساله التسعير دي قابله لمجلس كل جامعه. تبقى قابله كل جامعه وممكن تزداد سنه عن سنه، لكن احنا حافظنا محافظين على نفس اسعار السنه اللي فاتت هي اسعار السنه دي، رغم شايف المتغيرات عامله ازاي والاسعار عامله ازاي واسعار المنتجات الغذائيه. طب فرصه نعرف كمان يعني اللي بيسمعنا بقى ولادنا يعني وجباتهم بتبقى عباره عن ايه ب 350 جنيه دي؟ الوجبات بتشمل بيبقى في يومين في الفراخ ويوم لحوم ويوم تاني في زي اسماك او كده، وفي يوم بيبقى في بيبقى يعني يوم بيض مع عدس وكده، واخد بالك؟ بيكرر يومين في الاسبوع دول بحيث تغطي الست ايام دول، ده وجبات الغداء. طب ويبقى معاه ايه؟ لا الوجبه متكامله، يبقى فيها من ربع فرخه والرز والخضار والعيش، ايوه، وبيبقى معاه فاكهه، يا موز يا برتقال يا يعني واخد بالك؟ ايوه يا نب كده، ده لازم يوميا، دي في لا خلاف. شوف الوجبه دي تكلف كام بره؟ طبعا شوف الاسعار تكلف كام بره؟ فطبعا ارقام فدي احد الوجبات، الفطار والعشاء كالعادي النورمال، الجبنه والفول والحلاوه، لا لا لا، وغرفين العيش ده لازم موجودين معانا في كل في وجبه، واخد بالك؟ العشاء نفس المنوال ما بتغيرش فيهم. حتى على ايامنا كان زمان بيتاخد الفطار مع العشاء، ده لسه قاعد لغايه دلوقتي؟ يعني ما فيش وجبات للفطار في المطعم، بياخد فطاره مع عشاء. لا لا لا، ما زالت الصينيه موجوده، المطعم المركزي موجود تحت، بيجي ينزل يلاقي وجبته ساخنه سواء في اي واحده من الثلاث، بيبقى موجودين. بتبقى موجودين طبعا الاولويه لسكن المدينه للناس اللي في محافظات بعيده مغتربه عن ليه بقى؟ ما برضو بنتك عايز تطمن عليها انها راحت. كثير من اولياء الامور مع اول يوم دراسه ابتدينا نسكنهم. نسكنهم وثم نعلمهم الغرف اربعه وفي غرف اكبر اوسع شويه تبقى ست افراد يعني. فولي الامر جاي من سفر عايز يطمن على بنته انها سكنت مدينه، يدفع لها المصاريف الجامعيه ثم يعمل لها الكشف الطبي. بالفعل الملف كمل في يعني في خلال ساعات معدوده. ليه؟ ما انا مش عايز اجد ولي الامر واروح اقول له لا اسكن بره في فيلا في فندق او كده وتعالى لنا تاني، لا انا عايز في نفس اليوم انجز له الثلاث حاجات دول وبالفعل تموا. بس كنا عاملين بقى جدول للكشف الطبي، مش كل الكليات في وقت واحد. ليه؟ عشان ما تعملناش تكدس. وانا عندي الاداره الطبيه ومدير الاداره الطبيه الدكتور محمد صبحي خد فريق العمل وبقى ينتقل هو للكليات، بطلنا الطلاب هم اللي يجوا لنا، لا احنا نروح له. فاروح لكل كليه بالظبط. وزي ما كلامك بتقول لي مثلا ايه التجمع بتاع اسوان الجديده، ما هو يروح للكليات وكل كليه هناك في يوم، يعني ألسن في يوم، اداب في يوم، دار العلوم في يوم، الطب في يوم كده، مش كلهم برضه في نفس اليوم. بتخف من الزحمه وبتعمل صوره حافظ، بالعكس كنا مدينهم زي نمبرين كده بحيث اللي عليه الدور يتقدم. مش نتكدس كلنا وليه؟ معانا الصالات كانت واسعه ومعانا قاعات المحاضرات هناك واسعه، قعدناهم في اريحيه كل مع والده او والديه وجم وبنديله رقم، اللي عليه الدور بيخش على الكشف الطبي يكشف وهو واقف ومخلص الكشف الطبي. الكشف الطبي بيبقى عام يعني عشان الناس برضه تبقى يعني الكشف بتاعه عشان بنقول مدى صلاحيه الطالب او الطالبه للدراسه ما فيهوش فيها حاجه بس، لكن احنا مش يعني مش عايز اقول لك الكشف يبقى يعني الكشف من اي تو زد يعني، لا لا احنا بنكشف على اجزاء معينه كده عشان نقدر نقول الطالب صالح للكليه العمليه دي ولا ما بيقدرش تبقى متاثر فيها ولا حاجه. رغم ان احنا عندنا نسبه من الطلبه بيلتحقوا في كليات وخاصة بنقولهم الدمج، وده المصطلح الجديد اللي احنا عايزينه ومعانا وفخامة رئيس الجمهورية يعني دائما بيشد علينا في هذه الحتة، لأن احنا شغالين في عهد الجمهورية الجديدة، والرئيس السيسي دائما بيقول لنا الجمهورية الجديدة فيها الفاسيلتيز متاحة جدا.
التسهيلات للدمج، اول سؤال عايز اساله، له حق في المدينة الجامعية ولا لا؟ السؤال الثاني، الشهادة اللي هيحصل عليها هل هيبقى عليها ختم دمج ولا لا؟ السؤال الثالث، امتحاناته بالنسبة لزمايله زي زمايله ولا مختلفة؟ تمام، طرقت جميع الابواب اللي ممكن نتكلم فيها. بالفعل الدمج ده اصل هو جاي من السلم العام وامتحن دمج، وبيجي لنا شهاده ثانويه عامه بتاعته دمج، لما بيجي يقدم في التنسيق لا مراعين الجزء ده وبيخلوه يختار رغبات، ورغبات يلتحق على حسب قدرته. فهديك اكزامبل على الكلام، المجموع طبعا ومعاه القدره، يعني ممكن يكون ايه مجموعك بس مش هيأهلك للكليه دي، يقول لك انا عايز اخشها. فبيجي على سبيل المثال هقول لك، عندي حاله كانت موجوده في كليه الهندسه وكان عنده حاله دمج وجايه لي على كرسي وكده. تعرف كليه الهندسه فيها رسم لوحات، فكانت الترابيزه عاليه بالكرسي عالي، عملنا ايه؟ جبنا الترابيزه قصنا الرجلين بتاعها وخفضنا الليفل بتاعها عشان يمسك المسطره تي ويقدر يرسم. ليه؟ انا جاي لي الطالب ده دمج، وليه امره كان معاه باستمرار؟ حتى كمان كان يصلي معانا الظهر او العصر وكده، كان يجيبه معانا في الجامع وعلى عجل متحرك. عرفت من الوالد بانه الريسبونس بتاع الاستجابه بطيء شويه. عملنا ايه؟ جبنا له موظفه تكتب له في اللي يقوله وتكتب له في الامتحان، لان الامتحان تمليه. يستعين بمرافق. طب لكن الرسم لا، رسم نخليه هو. طب اما نيجي نصحح الكراسه بقى واللوحه، ما انا ممكن يكون وقتك مش زي وقت ما لحقتش خلص في الميعاد بتاعي. لا، ما انا طالب مني اربع رسومات، انا اطلب ثلاث رسومات عشان يعني ما عندي، ما يكفينيش ان انا في الزمن ده، يا اما تزودني الزمن. فاحنا بنحتفظ بالزمن ثابت مع الدخول مع الخروج، لكن ما يبقى تسهيلات ليه؟ تسهيلات. هو الحمد لله رب العالمين نجح وبيكمل في السنه الجايه اللي بعديها، فده حاجه حلوه جدا للجامعه. وان تعصر في بعض المواد بقدر اشيلها له في مواد اخرى. يعني انت عارف ان عندنا في الهندسه مثلا على سبيل المثال يقدر انه يلتحق العمل الجديد ومعاه مادتين، وبقى متاح مع القصه دي. بل لاحظنا في الفصل الدراسي الاول تعصر في بعض المواد، والمواد دي بتبقى ريليتد لكليه العلوم. لا، رحنا قلنا الاساتذه كليه العلوم بيتعمل له مراعاه، لان الماده بتجبر مع الترم الاول مع الترم الثاني والمجموع يجاب، ونقدر ان ياثر عليه في العملي والاختبارات المعمليه في الكيمياء او الفيزياء. ما هو طالب دمج. طب ما يجي ياخد الشهاده في النهايه، لا شهاده معامله عاديه جدا، لان اليوم الحق في العمل في الجهات بره بال 5% من التوظيف. يعني شهاده عاديه، شهاده عاديه جدا. ما اقدرش بقى، انا خلاص ايام الابتداء والاعدادي والثانوي بقول على القصه دي، انما المرحله الجامعيه امضاها. عملنا شهادات كده، خرجنا حتى هنا خرجنا وكان في يعني برضه يعني في اللي هو هل بتفكروا دكتور لؤي ان يبقى مثلا في وليكن وحده صغيره، اداره صغيره، يعني يونت اي شكل كده يبقى مسؤول عن هذه الفئه، ولا لسه الاعداد اللي عندنا اقل من ان احنا نعمل لها اداره صغيره كده؟ لا لا لا، ده انا عندي كليه الخدمه الاجتماعيه معنيه بالكلام ده، لان من صميم عملهم الكلام ده. بمعنى ايه؟ انهم بيراعوا الحالات دي، لان وظيفتهم هم. انا واخد بالي، فبنعمل ايه بقى؟ بنيجي نخليهم في شؤون طلاب مركزيه معانا، يعني موظف بجانب عمله مسؤول عن الحالات دي، بجانب عمله، لان حالاتهم قليله. المدينه متاحه لهم في اي وقت. لكن ما حدث ان بعض اولياء الامور بيقول لك لا، عايز مراعاه ان تاني ملازم معاه على طول. لا، نتكلم على حد جاي من مسافه بعيده وما جابش من الدمج. ايوه، من الدمج وما جابش تقدير اللي هو يبقيه في المدينه، يكمل ولا يمشي؟ لا، ده متاح وبيخشوا من دي 1. طب انا عندي، هقول لك على معلومه اخرى، عندي ابنائنا من حلايب وشلاتين، مجموع لا ده ليهم استثناء، حتى مصاريف الجامعيه مخفضه جدا عليهم. انا عندي حالات من دي كتير. تمام، ببقى اولى يجوا ويشرفوني في المدينه، لكن بحكي لك الحاله. طب ومصروفات بتوع الدمج بقى زي زمايله العاديين ولا مخفضه؟ لا مخفضه، مش مختلف عنهم خالص، مخفضه. بل بالعكس بيسر لهم في بعض الكتب، ما يخشوش في الكتب الالكترونيه، لان كنا بنقول الكتاب بقى الكتروني وليه فلوس فيه تدفع. لا، او الكتاب بقى ورقي بس عليه رقم ايداع، ما احنا دلوقتي تتبع احد المدرستين، يا اما تجيب الكتاب بتاعك اللي ناوي تدرسه ويكون ليه رقم ايداع في مكتبه وكده عشان يبقى كانه مستند، وتبتدي تديه للطلاب ورقي، وكل سنه بيتجدد الكتاب، مش هو بتاع كتاب السنه اللي فاتت طلبناه نبيعه السنه دي. لا لا، ايه جديد عامله السنه دي في 2023؟
يختلف عن 2022. لو عارف لو هو هو لا ده كانسل وما توزعش الكتاب للطلبه. اهي الكتب دي والرسوم بتاعتها بيوقفوا منها مثل هذه الطلاب، طلاب الدمج والحالات الاخرى زي الدمج. انا عندي حالات اخرى مش دمج، لكن ايوه كان عندي بلايند، ايوه كان عندي موجود واتخرج الحمد لله رب العالمين من كليه الاداب واخد اه والله. وجاء لي ده في الايام دي بيظهر لي بيقول لي ممكن التحق بوظيفه؟ لقيناها الوظيفه جوه الجامعه، لقيناها في احد المعامل اللي بتعلم الطلاب الاخرين عن طريق براين، موجود جوه الجامعه في كليه الاداب. اه ما اتخرج 4 سنين وقال لي جد لي وظيفه. قلت له لا ليك وظيفه عندي، ويمكن هو اللي اقترحها لي. قال لي ما انا عندي زملاء الباقيين موجودين وعايز انا اساعده في دي لان اتمرن 4 سنين عليها. رحبت بيه جدا لان لقيته اقرب في توصيل المعلومه من الاخرين. يعني مني او منك بتيجي توصل له المعلومه في براين مش هتقدر، لكن هو قادر متمرس فيها وقعد 4 سنين وتخرج. يعني بيسر الامور في عهد الجمهوريه الجديده، ما بقاش يعني الحاجات لا 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 فيها مرونه عاليه. ده اللي اتعلمناه طوال ال8 سنين اللي فاتوا دول. مهم قوي. معالي النائب، يعني كان في توجيه من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لان اولادنا يكون عندهم دراية حقيقية ومعرفة كافية بكل المشروعات القومية، واعتقد المسألة دي برضو معني بيها شؤون التعليم والطلاب. هل هتوضبوا مثلا رحلات علمية لمشروعاتنا القومية في توشكا، في شرق العوينات، الى اخره، في كل مكان، طاقة شمسية بنبان، يعني وما اكثرها، هل بتفكروا في ده؟ ما جنبك بقى جاي مدعو يوم 12 اكتوبر، لان بالفعل رئيس حياه كريمه في فرع اسوان هيشرفنا ويعمل القاء لمحاضره، المحاضره فيها حوالي 200 طالب وطالبه. فالمحاضره جايه عباره عن ايه؟ محاضره توعويه. بنقول عملنا ايه في الفتره الماضيه من مشاريع قوميه تهم جميع مواطني مصر، مش في محافظه معينه او لا، لجميع المشاريع اللي تهم مصر واللي رفعت مصر في مناحي حياتيه كثيره. وهنضرب اكزامبل على الموجودين في اسوان وهنعملهم زياره تفقديه. فابتدينا حضرنا الاتوبيسات وقلنا بل احترنا قلنا ناخد اني يوم، قلنا لا مش عايزين نعمل ديستربنس في المحاضرات ونعيق الطلبه المحاضرات والسكاشن. اخترنا يوم السبت لان السبت عندنا اجازه. وحضرنا الاتوبيسات الجامعه في جاهزيه هتاخد جميع الطلاب دول وهتروح توريهم المشروعات القوميه بقى اللي احنا قلنا عليها اللي بتحط بيها محافظه اسوان، بحيث يبقى النظري اللي اشرح لهم في المحاضره التوعويه هيشوفوه عملي، فيقدروا يربطوا الحالتين ببعض وميحسوا بوز المجهود خلال ال8 سنين الماضيين. ودي دي حاجه اول مره تحصل السنه دي الصراحه، ما حصلتش من سنين سابقه. فجنبك تشرفنا فيها بقى ان شاء الله الرحمن يوم ال 12 بإذن. عايز اتكلم بقى ان شؤون تعليم الطلاب كمان عايزين نتكلم عن المحتوى الدراسي. المحتوى الدراسي احنا من زمان بنتكلم عن فكره الكتاب الالكتروني ويعني والمساله خدت شد وجذبه والى اخره، لكن النهارده حضرتك قلت اذا كان كتاب ورقي بقى بايداع او له رقم ايداع، اذا كان او الكتروني ده البديل الاخر. هل شايف انه ما هو برضه في سؤال تاني ما يقول لك طب ما هو طالما بتقرر كتاب الكتروني ما الامتحان يبقى الكتروني؟ يعني انا هعمل كتاب الكتروني وامتحان ورقي؟ جنابك تفضلت يعني حته جزئيه يعني بتكلم عليها فيها موجوده فعلا. الكتاب الالكتروني طب يعني ايه؟ يعني ما هو انت كتبت الكتاب على الوورد، انا عايزه بقى سوفت قبل ما تطبعه وراح ارفعه على المنصه الالكترونيه. الطالب دافع الفيز. طالب النهارده في عصر جمهوريه جديده في الرقمنه، يبقى كل حاجه رقميه. فالنهارده الطالب هيقدر يخش على المنصه ويختار الكتاب اللي هو نزله من الاستاذ ويقراه الكتروني. النهارده طلبه بقت الموبايل معاها بتقعد تراجع في وسائل المواصلات، انتظارهم في اتوبيس، في كافيتيريا، بيقعد يراجع الكتروني. فبالتالي لما انا اجيب له الماده العلميه الالكترونيه بقت متاحه جدا، ووفرت الورقيات، وفرت الكتب والورق اللي كان موجود منه على الحفاظ على البيئه، معنا في كوب 27 القادم.
فمن باب اولى ما اعملش ورق، لان الورق هتضطر تعمله ايه بعد انتهائه؟ ريسايكلينج. وعشان تعمل ريسايكلينج ده او يتحرق او يستخدم استخدام سيء، ما هو بيكلف. لما اعمله الكتروني هيبقى ارخص في الكتاب، ارخص في الطباعه والاحبار، ارخص في التداول. فبالتالي يبقى الكتاب الالكتروني افضل. ما هو فعلا اصل الامتحان بقى الكتروني. عند كليه الطب في السنوات الاولى لها جميع الامتحانات على المنصه. بنعمل الامتحان حوالي مثلا نقول 300 او 380 طالب يمتحنوا از سيم تايم، موجودين عندنا في مقرنا هنا في سحاري، يمكن عندهم امتحان كمان شويه. الامتحان عباره عن الكتروني بس النماذج بقى مختلفه. انا وانت قاعدين جنب بعضينا، معاك ورك ستيشن الكمبيوتر بتاعك، وانا نفس الكلام، واللي جنبينا وفي وشنا، بس امتحانك غير امتحاني غير ده، بس هو هو. اصل السؤال الاول عندك هو السابع عندي، هو العاشر عنده، هو ال 18 عنده، هو ال 40. طبعا موجود ملاحظين طبعا. وماله موجود ملاحظين، بس عمرك ما هتقدر تبص تقول ايه السؤال ده اتعمل ازاي؟ أيوة. طب وايه تاني؟ السؤال الاول عندك اللي هو عاشر عندي، اللي هو الثامن عنده، الاجابه الصحيحه عندك ايه؟ عندي دي، عنده سي، يبقى غيرت له في الترتيب وغيرت له في الاختيارات. طريقه جديده اسمها شافل، عامله جديده، هغير زي ما انت عايز، بس ورقه الامتحان بتاعتي هي بتاعتك كلها، ال 100 سؤال هم نفس ال 100 سؤال، انا بقيس معيار واحد، فال 100 و100 بس ال 100 ال 100 بقى مختلفين، الورقه دي غير الورقه دي غير. شوف قدامي في التكنيك، شوف قدامي كام احتمال بقى، ادي 100 ورقه 100 سؤال ينفع يتغيروا، وفيهم اي وبي وسي ودي، اضرب ال 100 كمان في اربعه كمان، دخل في اكتر من 400 احتمال ان انا اغير الامتحان، الامتحان واحد بيقيس مهاراتنا، بس ورقتي غير ورقتك غير ورقتك غير ورق الزميل. بنعملها بتقنيه عندنا موجوده، لما باجي اصحح الامتحان لا، الاجابه الالكترونيه بتطلع، النموذج الاجابه يعني اللي هو موديل انسر بيطلع وانت قاعد في ثواني، مجرد ما تخلصت النتيجه طلعت على طول. اللي الامان لا، عاملينها في كليه التمريض وعاملينها في كليه التجاره، واخد بالك؟ لكن الامانه كليه التجاره ما هيش الكترون بقى على كمبيوتر، لا بنديله ورقه، الورقه بيقعد بيسميها بابل شيت، الورقه يقعد يظلل بيها الاجابه اللي موجوده، بنديله ورقه هارد. يظلل على الكمبيوتر نفسه. ما بيحدث، ما هو ما كليه الطب على الكمبيوتر. زي امتحانات التويفل بتتعمل كده على الكمبيوتر، امتحان اللغه يعني، بس اللي هو بتعمل على الكمبيوتر. ايوه لك حق، لكن ساعات ما بتبقاش كل التوقيتات بتاعت الجامعه في وقت واحد عنده الامتحانات. يعني بس صعبه فيها شويه. فبعملوا ايه؟ بقول لهم لا، الامتحان زي ما جنابك تفضلت كانه الكتروني، بس ورقي بتظليل. طب الورقه بعمل فيها ايه؟ باخدها تصحح الكتروني، مفيش يد بشريه بتصحح الورقه. ايدك امبارح في الدرجات، انا ايدي شديده شويه في الدرجات، لا مش هينفع. لا بنحط الورقه وتتصحح على طول في جهاز بيطلع لنا النتيجه واحنا واقفين. عندنا المكن ده موجود في جميع الاماكن المتعدده، وخاصه كان في كليه التمريض واختبارات القدرات في كليه التمريض، تم جهاز المنوال كان جت من قبل الوزاره، امتحان زي الثانويه العامه يتوزع في كل كليات التمريض از سيم تايم، الساعه 10 تفتح الظرف توزعه على الطلاب، ومدي لك كشف في الثانويه العامه مين الطلاب اللي يجي يمتحنوا، فبنحط نتاكد من بطاقه رقم قومي واسم الطالب اللي جاي في الكشف، نوزع عليه ورقه الاسئله، وشويه نوزع عليه ورقه الاجابه، الاجابه فيها التظليل اللي هو البابل شيت، بنلم منه الورق المكتوب عليه الاسامي، ندخلهم جوه مكنه، جوه مكنه صلحت الاجابه واديتها له، لا في بقى محاباه ولا فاهم انت طبعا، وهات فلان ويصحح عشان لا شفافيه على مستوى الدوله كانه امتحان ثانويه عامه بالظبط. احنا تقريبا اتكلمنا عن شؤون التعليم وشؤون الطلاب يعني في هذا الحوار، لكن خليني اختتم بسؤال اخير مع سيادتك، واحنا يعني في مع بدء العام الدراسي الجديد، نصيحة تقولها لأولادنا علشان يعني يكملوا مشوارهم بشكل أفضل إن شاء الله، وخاصة إن ده أول عام دراسي حضرتك فيه نائب شؤون تعليم وطلاب. أبنائنا الطلاب عايزين نعمل زي ما كنا أنا وأنت في أجيالنا القديمة بنعمل كده. جامعة جامعة، وعندي مدة بينية ترم أولاني أركز كل جهدي فيه في المذاكرة. وجا المذاكرة ألعب رياضة، ما أنت كنا بنعمل كده، وألعب الرياضة بحيث الرياضة لا تجود على المحاضرات، أحضر محاضراتي كلها وأحضر حصص التمارين والعملي، لأن سوق العمل دلوقتي بقى محتاج العملي، خلاص بطلنا بقى النظري وكم سؤال جينا في الامتحان ونخش نجاوبه ونجحنا، طب نجحت عملت إيه في سوق العمل؟ لا شيء، فأنا بنحب العملي أكون بجانب النظري أحضره. بشوف كليات عديده ممكن نتهاون شوف العمل، قلنا لا العمل لازم احضره لان سنوات معدوده وهتلاقي نفسك في سوق العمل. صحيح. النظر اللي انت خدته وجبت بيه مجموع كده وانت مش نافع في سوق وراح، فبنقول ثم اثناء الصيف الدراسي يعني ما بين الدراسه والدراسه فيه عندنا حوالي 3 صفات، ده لازم اروح اتمرن في اماكن مشابهه اللي انا ناوي اتخرج فيها.
ان كنت في الهندسه اروح اتمرن في مصانع، ان كنت في مستشفى او في طب اتمرن في مستشفى، ان كنت في التمريض بنروح نتمرن في اماكن كثير عده من وعيادات وخلافه، ان كنت في حقوق اروح اتمرن على مكاتب محاماه، ايوه اداره شؤون قانونيه، تعالى كل الجهات عندنا متاحه موجوده في الكليه او في الجامعه يعني وخارج الجامعه عشان اشوف عديد من الاماكن دي، وكل سنه اروح مكان. يبقى اما اجي اعمل لنفسي يعني حضرتك مع فكره التعليم المستمر. اما اجي اعمل لنفسي سيره ذاتيه الاقي بقى ان انا معايا شهاده البكالوريوس بتاعتي وشهاده الميلاد ومعايا ثلاث شهادات خبرات في اماكن عده. ده يقولوا لي تعالى تعين على طول النهارده قبل بكره. صح. وده اللي احنا عايزينه ان شاء الله الرحمن في العام الجامعي 2023. استاذ الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس الجامعه لشؤون التعليم والطلاب بجامعه اسوان، اسعدتنا ونورتنا، شكرا جزيلا معالي النائب. شكرا، ولقاء اخر باذن الله. شكرا. أعزائي المشاهدين، بتمنى حلقتنا تكون نالت رضاكم، حتى نلتقيكم في الأسبوع المقبل إن شاء الله. لكم تحيات فريق العمل وهذه تحياتي، شكرا لكم وإلى اللقاء.